السلام عليكم، كي دايرين فلوجي موس؟ صافا خوت، بخير عليكم، صحة لاباس. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد البلان بطولة العالم في الوزن الثقيل. 90 كيلو الخوت، شوف 90، انتو معقلو عليها. هاي نورمالمون الناس يصوروا تا تينقصوا، وهاي قدو شحال من حاجة عاد تيصور لكم. نو، فلوجة اونيك، حنا ديما العكس. دونك 90 كيلو، هذا هو الفلوغ الاول. وباش نقصوا 90 كيلو، كما قلت لكم، باش نقصوا هاد الكيلوات لا ميثود اللي كتخدم بها لها علاقه، يعني سوا تندير الريجيم ما تناكلش شي حوايج وما تنقصش، سوا انني تناكل ماكله ماشي هي هذيك فيها الدهون بزاف. واليوم معايا الكوتش تيتيزا، فان ديال تيتيزا هي اللي وراتني شنو غنتقدى، شنو غادي ناكل، وشنو هذا. ماشي 90 كيلو تقولوا راني غليظ، لا، كريشه والجناب. دونك الفورمه ديالي راه مقاده. ها الماكله اللي قالوا لي باش ناخذ، بالنسبه ناخذ الصومون، قالوا لي خذ الصومون ما عنديش معاه. لافوكا قالوا لك ضروري لافوكا، هذا كورجيت سلاوي، يا كورجيت وسلاوي، كورجيت البعويد، لافوكا قالك ضروري، خيار، كونكومبر، ليمون ضروري، اللعيبات، المهم الفريز قالك، الحليب والقهوة، الباربا، بان كومبلي، خص هذا ما عنديش معاه، التوست ولكن قالك خاصك تاكلو. هادو كاع الحوايج تشوفو فيهم الدهون قلال، اللوبيا الحمراء، المايس، الجلبانة، جيت هاد الكينوا قالت لي خاصك تاخذو، انا ما عرفتش انا شنو هاد الكينوا، المهم خديته تنشوف كيفاش طيبه. وهاد الدانون هذا نورمالمون فيه، تنشوف لي كالوري وتنشوف الدهون، تنتهرب انا من الدهون. ياكلش الخضره نورمالمون، ما تناكلش انا الخضره بزاف، البصله والبطاطا خاصني نقص من البطاطا. خوك في الفلوجه تضرب كيلو البطاطا، الحامض والبروكولي، جلبانه طويله، صافي عقلوا عليا. هادو ماكلات صحيين. ابخي كاين الدجاج وكلشي هادشي واللحم وكلشي هادشي، خوت قالت لك خاص نطيبوه في الفران ماشي في الزيت، لان انا كنت نعتمد على الزيت بزاف، كلشي بالزيت، الفريز بالزيت، نقدر نضرب حتى كيلو بطاطا، نقدر نضرب، والخبز، الخبز انا حيدته. المهم هذا الطوست غادي من بعد نوريكم كيفاش نطيبوا هادشي وكيفاش نديروا الطوست والمسائل. والزيت البلديه غنطيب كلشي في الزيت البلديه، ومطيشه سوغيس حتى هي زوينه. قال نعود بعد قليل، من بعد غادي نوريكم شحال الحوايج اللي فيهم الدهنيات غنلوحهم، بحال مثلا فرماج ديال بريزيدون، ها باقي فيه غادي نلوحو. هاد لي كاطو هادو كانوا تيحمقوني واعرين، هاد لي كاطو هما، ها تنفطر بيهم في الليل، غادي نلوحهم. هادو كانوا فرماج ديال لاكليت، هذا تا هو باقي فيه اوبليجي غنلوحو. المهم قالت لي باش نلوح لافاش كيري، ما قدرتش نلوحها، الباكيه دايره ب 30 درهم ربي شعل الكبده قلت لها من بعد نقدر ناكل فرماجه في السيمانه لان فيها الدهون بزاف. نعود بعد قليل. بالنسبه لخوت الكونفليكس، تقريبا كيلو هنايا بعد عناء طويل واجتماع بيني وبينها، قالت لي خليه، ولكن قلنا بان نشوفوا الاخوان لي بروفيسيونيل واش الكونفليكس، كونفليكس او ما يعرف بالكونتر فليكس عند ولاد الشعب، واش الخوت هذا نلوحو ولا نبقى ناكلو شحال مره في النهار، واش مره في النهار الفطور مع الحليب ولا مره في السيمانه، جو سي با. انا نحت البواطه ديالو ما عرفتش شنو شحال فيه ديال الدهون، قولوا لي في لي كومونتير الخوت شحال مره، واش نلوحو ولا شحال مره في النهار. الله يحفظكم ويعز ليكم. وشحال واحد ما تيعرفش واحد القضيه، تيبقى يتريني ويحرق وهذا وكيما تيضعفش، على ما اظن على ما قالوا لي، قالك الماء مهم بزاف، شحال ما شربتي الماء شحال ما تقدر تضعف، وسيرتو من الكرش ديالكم. اللي كنت غلط في شي حاجه الخوت دائما في لي كومونتير نستافدو، انا ما تنهضرش مع لي بروفيسيونيل، الناس الواعرين الله يسهل عليهم، تنهضر مع الناس اللي ما عارفينش بحالي، يعني تيدير ريجيم تيخربق ولا ما تياكلش كاع ولا تياكل وجبه وحده ولكن ما تضعف ما والو، هاد القضيه شحال واحد تيديرها. اذا الخوت دائما عطيونا في لي كومونتير، سواء على كونفليكس سواء على
والفرماج الخوت، الناس اللي بغاو يضعفوا، واش الفرماج لافاش كيري واش مزيان ليا ولا لا، وشحال خصني ناخذ من وحده في النهار، ولا واش خصني نلوحو حتى هو زعما بالنسبه للفرماج، واش ناخذ غير وحده ولا جوج ولا فهمتو؟ ما عرفش انا بالضبط، حيت شفت فيه الدهون بزاف التفاح. المهم حاولت نركز انايا على الفروي وعلى الخضره اللي هما كانوا عندي نقص فيه كبير بزاف، كنت انا تعيطوا لي غير السبع. دونك هي قالت لي حاول تاخذ الخضره والفروي بزاف، تناكل انا اللحم بزاف، الحوت بزاف، الدجاج بزاف، ولكن الخضره تنعرف غير البطاطا، البطاطا والبصله بزاف تناكلها، سكيل في داكشي علاش زدت في الوزن. واش انا بنادم ولا بوبوطان؟ ويلي هذا الخوت تا هو وار تيعجبني، كاين ديال الثومه والمطيشه، ها هو تا هو الحتو في سبيل التضحيه. السيرو عاوتاني تا هو انتيردي السيرو، تا هو ممنوع في سبيل التضحيه. عدنا معكم الشاف في اللوجه، الشاف موحى، بسرعه وفي اقل الخوت من 10 ديال الدقائق وجدت واحد الغبه اللي هي صحيه ودهون طبيعيه بطبيعة. خوت ها هو الصومو، درت فيه شويه ديال الربيع ودرت فيه الزيت البلديه ودرت فيه مبزار ومن شويه الملحه. البطاطا حتى هي درت لها بابي كويسون مويسون باش ما تلصقش، حيت ما بغيتش ندير فيها الزيت باش تكون ناشفه احسن. لي كورجيت ها هما، درت فيهم شويه الملح والبزار، هذا هو باش غادي نورمالمون ما باقي ما نظمتش يلا حيت في تقديت هذا باقي ما نظمتش العشاء الماكله ديالي. نورمالمون هذه وجبه غذائيه، وجبه غذائيه. اوكي جمعه مباركه ماشي مباركه. صافي الخوت، شوفوا الاقتراحات ديالكم، الا كان شي بلان ماشي هو هذاك ولا بغيتوا تضيفوا شي حاجه لي كومونتير، وقفوا مع خوكم في اللوجه كما كان تيضحككم ديما ها نتوما. وهادشي بالنسبه للصومو. اوكي بغيت نهضر على واحد الحاجه اللي مهمه، الصومو عندنا في فرنسا حنا داير الكيلو ب 12.95، يعني 13 اورو 130 درهم تقريبا، ياك ولا 140 درهم. 400 غرام خديتها انايا ب 5 اورو، 400 غرام انا درت غير طرف وخليت الطرف الاخر ياو طرونش اخر. دونك الخوت الناس اللي ما تقدروش يشريو الصومو لان قالك الصومو غالي في المغرب، شحال داير الكيلو؟ 600 درهم، لا حوتة ب 600. دونك الكيلو ما عرفتش انا شحال داير الكيلو، 100 غرام 100 درهم، ما يمكنش ما يمكنش اخوت. المهم حاولوا تشوفوا الحوت اللي فيه البروتين بحال السردين. دونك ستيك ديال الصومو في مرجان داير 100 درهم، غالي بزاف. انا خديت 400 غرام خديتها ب 50 درهم، تقدر تغدى بها وحده تتعشى بها كاع. المهم كما قلت لكم حاولوا ديروا الحوت، اللي عنده شي اقتراحات يشوف الصومو باش نقدروا نعوضوه باش بالسرديل ولا بشي حوت اللي هو رخيص اللي يقدر بنادم يستطاع ياخذ. هادو حوايج زوينه، ولا بالطون، الطون حتى هو الطون الدراري فيه بروتين طبيعي وزويون. حتى نهضر بحال اللي انا عندي مسكتها في الميسكيلاسيون. انا خوت ما تنهضرش على الميسكيلاسيون، انا ما عندي حتى علاقه بالميسكيلاسيون، تنهضر كيفاش نطيحوا الوزن ديالنا. كاين الناس اللي غادي يمشيو يديروا هذا الشيء وغيعجبهم هذا الحال وما عارفينش الناس، فهمتوا؟ وي خوت هادشي تياكلوا صحاب الميسكيلاسيون، ولكن انا ما عندي حتى شي علاقه. يقدر واحد ما تيترينيش يقدر ياكل بحال هذا الشيء ويطيح الوزن ديالو، خا يخرج يدير غير لا مارش ولا يجري كافي، كاين ولا ما كايناش؟ لا هضروا معايا، دخلوا عندي للكراج. الى خوت غنديروا هذا الشيء في الفران بعد دقائق، نعود بعد لحظه. ها انتوما الضريعه ديالنا، الضريعه ديالنا بالصومو، ندخل هذه الاشياء الجميله في حراره تناهز الله اعلم، اللي هو الشيء طيب على راحته، حنا ما زربانينش صافي الخوت. شحال من واحد غايقول لي ودخلتي الصومو مع لك الكورجات الكرعه راه جي با مع البطاطا، وي الصومو تيطيب دغيا، خاصو غير الصهر واللعيبات باخوا. كاين اللي تيتكال خضر كاع ماشي هذا، وكاين واحد اخر اللي تكون عليه سوشي. الصومو غنشوفو شويه طابر غادي نجبدو، والبطاطا وهذا راه غنخليه الحراره. اصلا انا درت حراره خفيفه، هادو تقريبا درت ليه 650 سلسيوس دوغريسي بحال اللي قال مول النظر، كتعيط ليه قال لي شحال في الحراره، قال لي 23 زوغ دوغريسي، خونا قاري بزاف. المهم انا نحس بالصومو شويه طاب وتصهد، صافي غادي نجبدو ونخلي البطاطا نزيد عليها في الحراره. وكي جيتكم دخلوا عندي الكومونتير، الله يربي تسمح ليا بقيت كنربح الوقت الضائع باش يجيبكم 10 دقائق. الله يعز ليكم،
تنتمنى يكون فادكم هادشي، هادشي بسيط. متبخلوش عليا الخوت، بجام ضروري جام الدراري باش نطلعو لاشين ديالنا، لاشين اللي كبرتو معاها ديال الفلوجة 400 كيلو. هدا تبارك الله عليكم الخوت. كاين شي اقتراحات والاسئلة اللي عطيتكم حاولوا تجاوبوني في الكومنتير، رشوني تندير جامع على كاع الكومنتير. تبارك الله عليكم.